ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بين الله بعدها من الذين ينطبق عليهم بعض قول الله جل وعلا من أناب. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه عند أهل التفسير لها معاني عديدة، منهم من يختصرها فيقول معنى الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله من إذا حلفت له بالله صدقك، من إذا حلفت له بالله صدقك. ومنهم من يقول هم الذين يكثرون من ذكر الله. والحق أن يقال إن الإنسان في غدوه ورواحه يسمع من يذكر الله، فيكون من التوفيق حتى يدخل الإنسان في الآية أن الإنسان يطمئن قلبه إذا سمع ذكر الله. من ذلك سماع المسلم للنداء للأذان، وهذا من أعظم ما يدل على قرب المؤمن من الله. ولذلك من يعيش في الغرب لا يجد غربة عليه أعظم من بعده عن أمه وأبيه وأبنائه وإخوته وبناته. أعظم غربة يعيشها في الغرب أنه لا يسمع الأذان إلا إذا كان داخل المسجد. فسماع المؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى كلمات المؤذن في دعائه اللهم رب هذه الدعوة التامة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تامة، لأنها كلمات فيها ذكر الله يدعى بها إلى الله، يدعى بها إلى الله. قراءة القرآن، أن تسمع القرآن، كل ذلك مما يدل على أن المؤمن يطمئن قلبه إلى ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.